عشان الناس بقت بتدوس على الطيب، ومين كان حس بينا يا دمعي يا قرايب؟ بمثل اني مش طيب عشان انتو ديابة، ولازم انتش لقمتي منكم. وليه يا زمان بقى الطيب بيتعايب؟ عامل قاسي وجوايا مفيش اسوى، ماليش غير قسوه يا عزوه، بتدوا الحق للاقوى وبتيجوا تملع الطيب وشراني. لكن من جوه وحداني، وياما صرخت اهياني ودستوا على الجرح تاني، ما شفتش حد من طيب عامل جامد. لكن ورا الحيطان عايل، ولما الدنيا بتليل بشيل وشي اللي بيمثل واروح انام على جانب الطيب. يا ناس يا ناس واقف منين؟ يا رب حش يا رب سلم، ده انا اتجرحت جرح عين ماشي يا دنيا، ما جابش حد غير دراعي، يا ريتني حاول ابقى فاعي، مفيش لطبتي اي داعي. لا 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 شايل من دموعي ملاك، ولو نزلت دموعي هلاك، يا قاسي القلب ايه قساك وخلك تيجي عالطايب؟ انا المأذي ومش عايز اكون مؤذي، لكن لو هتأذي هأذي، وده مش بكيفي ده حظي، ونفسي في يوم اعود طيب ومش خوات. ولو قلت لكم اني بخاف اخاف لا تبقى شوني حاف، ويا ما منكو قلبي شاف عالم وحوش ما بترحموش. يا بس يا بس واقف مدلل، يا رب حش يا رب سالم، فلك جرح بجد ماشي ماشي يا دنيا، ما جاتش حد غير دراعي، يا ريتني حاول ابقى فاعي، ماشي